جوردانو برونو شهيد الحقيقة والعلم. جوردانو برونو فيلسوف إيطالي من أشهر فلاسفة القرن السادس عشر، يعتبر أبرز ممثل لروح عصر النهضة في الفلسفة. ولد بالقرب من نابولي عام 1548. لم تعرف روحه الهدوء مثل ما هي روح عصره تماما. في سن السادسة عشر من عمره، ويقال قبل ذلك، أجبرته عائلته على الالتحاق بدير للرهبان في نابولي، لكنه كان حاد المزاج مستقل التفكير، أبدى اعتراضات على طرق التدريس التقليدية في ذلك الزمن، حيث ساد يومها التدريس الإسكولائي الذي كان يوائم بين العقائد المسيحية وبين عناصر الفلسفة الإغريقية عند أرسطو. أثارت اعتراضاته الريب في عقيدته واتهموه بالهرطقة، فر إلى روما ولم يكونوا هناك أقل ريب في أفكاره. خلع ثوب الرهبنة عنه في سن 28 وفر إلى خارج إيطاليا. جال وتنقل في بلدان أوروبا 16 عاما، هاربا من الفقر والاضطهاد، من الاعتقال والسجن ومواجهة محاكم التفتيش الرهيبة التي كانت تقف بالمرصاد لكل من يتجرأ ويقف بوجه الكنيسة. تنقل بين جنيف وفرنسا، حيث استطاع التدريس لسنتين في جامعة تولوز. اصطدم بالعلماء وواجه صدا وتشكيكا، حاول العودة إلى حضرة الكنيسة الكاثوليكية، لكنهم اشترطوا عليه العودة إلى ديره القديم وقد رفض ذلك. رحل إلى باريس عام 1581 ودرس فيها، فصادف بعض الإقبال على آرائه، ثم رحل إلى إنجلترا وقام بالتدريس في جامعة أوكسفورد. أثار هناك نقاشات عنيفة، كان يرفض آراء أرسطو رفضا تاما، وكان يبشر بعلم فلك جديد ويدافع دفاعا شديدا عن حرية التفكير والمفكرين. استقبله الملك هنري الثالث ملك فرنسا والملكة إليزابيث ملكة إنجلترا، لكن نجاحه في أي مكان يلجأ إليه لا يدوم طويلا بسبب تطرف آرائه بالنسبة إلى معاصريه. كان برونو يطرح بكل تجرد حقيقة أن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس، وكان ذلك يعتبر هرطقة بالنسبة للكنيسة، فكيف به إذا كان يتبع طرحه باستدلالات فلسفية؟ هكذا اعتبرت الكنيسة أن التسامح الديني مع برونو المعارض الجريء كان ضربا من المحال. وصل برونو إلى حافة الفقر المدقع حين كان في مدينة فرانكفورت الألمانية، وهناك تلقى عرضا من شاب إيطالي موسر بأن يأتي إلى البندقية لكي يعلمه الفلسفة والعلوم. كانت مخاطرة كبرى في أن يعود راهب فار إلى إيطاليا، ولكنه ربما بسبب فقره وحاجته للمال عاد إلى هناك. بعد شهور قليلة في البندقية، شعر تلميذه ذاك بالملل والضجر من دراسته، فخان أستاذه وسلمه إلى محكمة التفتيش. تم سجنه في البندقية لسنتين، ثم نقل إلى روما ليقضي 6 سنوات أخرى في سجن تحت الأرض. واجه هناك أشهر محققي محاكم التفتيش الذين حاولوا ثنيه عن آرائه، لكنه لم يفعل، فما كان إلا أن تمت إدانته بالهرطقة ومعارضة الكنيسة. حكم عليه بالموت وسلم إلى السلطة المدنية لتتم معاقبته برفق ودون سفك دم كما جاء في نص الحكم، فتم حرقه على الخازوق. ولسنا نعلم أين هو الرفق في هذا الحكم الشنيع. كان ذلك في 17 فبراير عام 1600.
لم يقبل برونو بالتخلي عن آرائه حتى آخر نفس، وقد كانوا يطلبون منه ذلك. قدم إليه كاهن الصليب لكنه لم يقبله، واجه المحنة بشجاعة شهيد وعظمة حكيم. وقف بوجه سجانيه وجلاديه قائلا: يا من أصدرتم علي الحكم، ربما أنتم تشعرون الآن بالخوف أكثر مني. كتب برونو أعمالا عديدة رغم عدم استقراره وكثرة ترحاله، منها كتاب في العلة والمبدأ الواحد، وكتاب في العالم اللامتناهي وفي العوالم، وكتاب في المنادى والعدد والشكل وفي الكون اللامتناهي والعوالم. مات كوبرنيكوس قبل عدة عقود من تأريخ إعدام برونو حرقا، وكان قد تجرأ قبله على الكنيسة وأعلن أن الأرض وكواكب المجموعة الشمسية الأخرى إنما تدور حول الشمس، لكن كوبرنيكوس ترك عرش الله على حاله، حيث كانت الكنيسة تؤمن أن عرش الله يقع في نقطة تتعامد مع مدينة أورشليم القدس، وربما لذلك تركوه ولم يحرقوه. كان الرأي السائد هو ما ذهب إليه أرسطو، أن الطبيعة تنقسم إلى قسمين: عالم فوق فلك القمر وهو عالم الأثير الإلهي الخالد الذي لا يفسد، ثم هناك العالم ما تحت القمر وهو عالم العناصر الأربعة: التراب والماء والهواء والنار، وهذا عالم متحرك متغير متفاعل، هو العالم الأرضي الذي يختلف عما فوقه. كوبرنيكوس تصور مبادئ أبسط للسماء والأفلاك، فاعتبر أن الإدراك البسيط يفيد بأن الأجرام الأكبر تبقى ثابتة وتدور حولها الأجرام الأصغر، وبالبساطة هذه لا يمكن أن نتخيل الشمس تدور حول الأرض وهي الأكبر. أضاف كوبرنيكوس لمبدأ بساطة الإدراك مبدأ النسبية، أي نسبية الحقائق إذا اعتمدت على الإدراك الحسي فقط، فحينما تحدث حركة في الفضاء فإن إحساسنا المجرد لا يستطيع أن ينبئنا يقينا من الذي يتحرك، هل الشيء المحسوس أم الشيء الحاس، أم أن الاثنين يتحركان بسرعات مختلفة. وفي حالة الشمس والأرض، هل الشمس العنصر المحسوس هي التي تتحرك، أم أن الأرض العنصر الحاس هي التي تتحرك؟ هكذا نستطيع الحصول على صورة أبسط لحركة الأجرام لو أدركنا أن من يقف على الأرض ويراقب الشمس فيراها تتحرك يمكن أن يكون هو من يتحرك للشمس، ويصح ذلك لو كان يراقب كوكبا آخر، لأنه لا يمكن لمن لا يقف على سطح تلك الأجرام أن يعرف حقيقة حركتها، ولا يستطيع أن يحدد هل هي تتحرك أم لا. هذا التصور البسيط يعطينا فهما أكثر يقينا مما تعطينا معلومات مبنية على تصورات وخيالات افتراضية. هذا الرأي من كوبرنيكوس تم اعتباره افتراضيا وليس حقيقة ماثلة عرفها الناس حينذاك مثلما نعرفها اليوم، والقانون هذا نشر بعد وفاته، ولكنه ألحق بتصدير من قبل أحد الكتاب الواعظين عند نشره بأن هذا افتراض رياضي ولا ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد ولا أن يتم تبنيه حرفيا، وكان ذلك تكميما وتقييدا للفكرة أكثر مما هو سوء فهم من قبل السلطة الدينية لآراء كوبرنيكوس. غير أن الأمر مع برونو كان مختلفا تماما، فلا مجال للافتراضات ولا التقييد مع حماسة كبيرة لعلم الفلك الجديد ولما رآه حقيقة يجب أن تكون جلية أمام الجميع. الزمن والمكان عند برونو هما نسبيان وغير ثابتان، فلا يستطيع أحد أن يعتبر نقطة على الأرض ثابتة وتدور حولها الأفلاك حتى لو كان ذلك من قبل ثوابت دينية. الملاحظة العينية ببساطة تخبرنا شيئا آخر، نحن إذ نتنقل في الأرض من مكان إلى آخر
فإن الأفق ينتقل معنا كذلك. الإدراك الحسي لا يدل على مركز مطلق للعالم كما اعتقد العلماء، بل العكس هو الصحيح، فبإمكان أي مكان نوجد فيه واقعيا أو بفعل الخيال أن يكون مركزا للعالم. نسبية المكان تتضح في كون الأفق يستدير دائما حول النقطة التي نوجد فيها، فالقمر سيبدو للناظر من الأرض غير ما سيبدو لمن ينظر افتراضا من كوكب آخر. هكذا فإن ألفاظا مثل فوق أو تحت، يمين أو شمال لا تدل على شيء مطلق، أما نسبية الحركة فهي تتبع ذلك. وإذا كنا لا نستطيع تحديد مكان مطلق، فإننا في ذات الوقت لا نستطيع أن نحدد حركة مطلقة ولا زمنا مطلق. وبما أن الأزمان ستختلف من كوكب إلى آخر، فإنه ستوجد أزمان بعدد الكواكب وما أكثرها. هنا يتجاوز برونو موقف كوبرنيكوس الذي يبدو وكأنه أقرب إلى المعتقدات القديمة في أن هناك حدودا للعالم. توقف كوبرنيكوس عند إمكانية أن الكواكب تدور حول الشمس، بينما ذهب برونو إلى أبعد من ذلك حين اعتبر أن هذا القانون وهذه الاحتمالية يمكن أن تنطبق على بقية الكون. فالسماء مليئة بالنجوم البعيدة التي تبدو لنا بأنها ثابتة فقط بسبب بعدها عنا، مثلما ستبدو شمسنا ثابتة إلى الذي ينظر إليها من ذلك النجم البعيد بسبب بعدها عنها. كل نجم هو في الحقيقة شمس تدور حوله كواكب مثل الأرض. هكذا سيبدو معقولا أن توجد عوالم أخرى لا تعد ولا تحصى، قد تسكنها حتى موجودات حية مثلنا، بعضها قد يكون أكثر تقدما منا، وهذا لا يمكن تقريره إلا عن طريق ملاحظات طويلة نقوم بها في المستقبل. عبر برونو الموانع الدينية وتجاوزها إلى أبعد من ذلك، لأن هذه العوالم اللامتناهية تتماهى مع الله اللامتناهي. فما دام هو العلة لكل الأشياء، لابد أن يخلق كونا لامتناهيا يتناسب مع نشاطه الخلاق، وأي شيء أقل من ذلك سيكون هزيلا بالنسبة له، غير جديرا بالعلة اللامتناهية وليس كافيا لإشباع حبه اللامتناهي. هكذا حدد برونو حقيقة علمية جديدة ينبغي أن لا تتغافل عنها السلطات ولا الكنيسة، وهي مد لآراء كوبرنيكوس في أن معرفتنا إذ تبدأ بالإدراك الحسي فهي ترتبط بوضع الملاحظ والمراقب لأية ظاهرة، فيصحح المراقب عن طريق الاستدلال العقلي ما يتوصل إليه الإدراك الحسي. ففي عالم الأفلاك التي تدور باستمرار دون مراكز ثابتة، لا يمكن تحديد شيء نصفه بفوق وتحت. الحركة تتصل بوجهة نظر الملاحظ المتغيرة، وبالتالي لا توجد حركة مطلقة ولا يوجد مقياس مطلق للزمان ولا المكان. كان لبرونو في ذلك الوقت تصور متقدم جدا للطبيعة والكون، فهو قد عرض القول بأن السماء مكونة من نوع أسمى من المادة تحكمه قوانين مختلفة، بل هو مكون بنفس الطريقة التي تتألف منها الأرض. لقد تنبأ خيال الفيلسوف بما سيكون عليه تقدم العلم في المستقبل، ولم يكن ذنبه أنه امتلك هذا الخيال لكي يتم قتله بتلك الطريقة البشعة. إن القوة التي خلقت هذه الأكوان والموجودات الهائلة خلقت كذلك خيال هذا الفيلسوف وأتاحت له هذه الاكتشافات. رأى برونو أن العالم يستدعي تصورا جديدا لله، لا يذهب إلى أن الله يجلس على عرش في نقطة محددة خارج الأرض في السماء،
السماء والأرض الذين خلقهما قبل 6000 سنة كما كانوا يتصورون، وكما كان يتصور من أشعل النار في جسده في ميدان كامبو دي فيوري في روما، الميدان الذي أقاموا فيه تمثالا تكريما له عام 1889، أي بعد قرابة 300 عام من إعدامه. النصب التذكاري الذي ينتصب اليوم في روما تخليدا لمفكر وفيلسوف كان بحق شهيدا للعلم والحقيقة.